السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. طبعا بقالكم 3 ايام معايا متابعين قصه الحافظات بتاعه السجاد، فانا عايز اقول لكم يا جماعه خلاص الموضوع انتهى النهارده. هو الراجل رجع فلوس الحافظات، خصم بس الحافظه بتاعه السفره اللي انا كنت واخداها، وبقيت الحافظات هو خدها، وحتى الحافظه اللي كان اخوه باعتها لي السنه اللي فاتت خدها كمان من ضمنهم وخصم حقها، وبعت لي فرق الفلوس النهارده. انا لما نزلت اخر فيديو وقلت ان هو خد الحافظات وكده، انا ما كانش في دماغي ان انا هرجع ولا حافظات ولا فلوس، والموضوع انتهى. لقيت حسن النهارده مكلمني وقال لي انا جبت لك الفلوس منه والموضوع انتهى يا جماعه. وانا اكراما لحسن جوزي مش اكتر ومش لحد تاني، انا هشيل الفيديوهات اللي انا كنت منزلاها. انا لما نزلتها انا ولا بقطع عيش حد ولا بتبلع على حد ولا بتجن على حد. بعد الراجل ما جه البيت عندي هنا وخد المقاسات ونزل، انا خلاص بقى كنت شلت الفيديو والموضوع انتهى وخلاص، والموضوع خلص ومفيش اي مشكله خالص. لكن افوجئ بينزل منشورات عليا على الصفحه وبيكدبوا ان انا كلمتهم اصلا، ولازم يوصل لاكبر عدد من الناس. ما هو انا لازم يكون لي رد فعل، ما هو الكل فعل رد فعل. انا بعد ما نزلت الفيديو اقسم بالله، اقسم بالله اللي بيعز ويذل، انا جالي كميه سكرينات بتشتكي من معامله مراته ليهم. واحده بعت لي سكرين ان مراته بتقول لها يا مهزقه، يعني ازاي واحده رايحه تشتري حاجه من جروب وبعد ما خدت تروح غلطة عملها بلوك، كلمتهم تاني وقالت لها يا مهزقة؟ يعني ده مش طريقة شغل ومش طريقة تعامل مع البني آدمين. نصيحة مني ليك انت، بعيد عن الشغل بعيد عن اي حاجة، اللي هتخسرك شغلك مراتك، خليها تتعامل كويس مع الناس، يعني تتعامل مع البني آدمين وتعملش لحد بلوك غير لما تحل له مشكلته. يعني افرض المشكلة كانت مع حد تاني غير صدفة جات مع حد مثلا من المتابعين اي حد وحصل معاه المشكلة دي، كان ابسط حل عندكم هتعملوا بلوك والموضوع هينتهي وخلاص. لكن حرام، انتوا زي ما انتوا خايفين على اكل عيشكم، وده حقكم، كل واحد بيخاف على الجنيه اللي هو دفعه. لو واحده مشتريه حاجه بخمسين جنيه، انت ما تعلمش ظروف هي جايبه الخمسين جنيه دي منين. يا ريت يا جماعه يكون في ضمير شويه وصبر، الشغل عايز صبر، الشغل عايز صبر. التاجر اللي بيقعد في محله عشان يبيع، لو فتح وما جالهوش زبائن هيقفل؟ لا، هيقعد هيصبر. ربنا بيبعت لكل واحد رزقه، يبقى الصبر يا جماعة في كل حاجة. قول لي مراتك تخلي عندها صبر شوية وبطل تشتم الناس. أنا مراتك قال أدبها عليا ماشي، من هي البداية اللي بدأت من عندها. أنا ما بغلطش في حد من غير سبب، أنا مش مجنونة ولا قلت الأدب من غير سبب. أنا اللي أنا بعمله رد فعل على الفعل اللي اتعمل فيا، وأنا كان من حق إن أعمل كده، إن دي فلوسي 2400 جنيه مش 100 جنيه، حتى لو 5 جنيه أنا حاطها دي فلوسي أنا. الموضوع يا جماعه انتهى، اتمنى ولا حد يخش يشتم عنده ولا حد يخش يشتم عندي. ولو حد دخل شتم عندي، المتابعين المحترمين محدش يرد عليه، سيبوه. اعملوا بان على، اعملوا بلاغ على الكومنت بتاعه وخلاص بس، ولا ترد على حد بيشتم ولا تقلكوا علاقه بحد بيشتم، خلاص والموضوع انتهى يا جماعه. وانا اكراما لحسن جوزي النهارده انا شلت الفيديوهات، مش لحد تاني. انا ولا بخاف من حد ولا بكش من حد. زي واحده كتبت لي ايوه هي غلطانه عشان كده شالت الفيديوهات، لا انا شلت الفيديو الاولاني اللي كنت منزلاه لما الموضوع اتحل وان هم جم خدوا الحافظات والموضوع هيتحل وخلاص. فيا جماعه بعد اذنكم الموضوع انتهى، واتمنى ما يحصلش اي كده تعامل مع اي حد في اي جروب التليجرام كده، الموضوع انتهى خلاص مالهاش دعوه بيه. المشكله الثانيه عايزه اكلمكم فيها، انا لما جروب بيبعت لي هديه اعلن عنها انا ما بشحتش، انا المفروض اخد منه فلوس كمان، يعني المفروض اخد منه فلوس ان انا هعرض له حاجته عندي، ودي اضعف الايمان. ومعظم الناس اللي في اليوتيوب بيعملوا كده، مش انا بس، كل الناس اللي في اليوتيوب بيعملوا كده، ان ده يعتبر شغلهم. لو الراجل ده اللي بيعلن عندنا جروب مثلا، او صاحبه الجروب بتعلن عن ندنا ماشي، انا او شركه دعايه واعلان، شركه الدعايه والاعلان دي مش شغال فيها ناس؟ الناس دي مش بتقبض؟ بياخدوا منهم فلوس، هم بيعتبرونا احنا شركه دعايه واعلان، بيعلنوا عندنا على الشاشه بتاعتنا اللي هي القناه بتاعتي. انا تعبت في قناتي وشقيت عليها لحد ما بسم الله ما شاء الله بفضل ربنا ثم المتابعين المحترمين وامي، وجود امي جنبي واخواتي وحسن، القناه بتاعتي الحمد لله بقت 1,300,000 الحمد لله، وصفحة الفيسبوك 1.5 مليون متابع. فطبعا دي حاجة أنا بحبها جدا وبشكر كل الناس على وجودهم معايا. فأنا دي مش شحاتة، اعتبرها الشحاتة بالنسبة لي وبالنسبة لليوتيوبر، لأ دي ده يعتبر دعاية ليهم، هم المستفيدين. هم لو مش هيستفادوا مننا مش هيبعتوا لنا حاجة، مش هيبعتوا لنا حاجة بالمرة. ناس بقى قالت لي يا صدفة بيبعتوا لك أنت الحاجة السبيشال، بنيجي إحنا نشتري منهم بيبعتوا لنا أوحش حاجة. طيب بصوا يا جماعة، انا بقالي سنه كامله دلوقتي لقيت بعمل ريفيوهات، من خلال تعاملي مع الريفيوهات اللي بتيجي كلها جروبين اتنين
جروبين اتنين بدون ذكر اسامي حد، هم اللي عملت لهم ريفيوهات، وبعد ما عملتها لهم طلبت حاجات من عندهم وطلعت حاجاتهم زي الزفت زي الزفت، لان اول اوردر طلبته باسم هدى اختي وطلبت باسم ياسمين، الاثنين هم طلعوا وحشين جدا جدا جدا. وبعد ما عرفوا ان انا، طب ليه مدام صدفه؟ لا مفيش حاجه اسمها ما قلتش ان انت ليه، لا ما قلتوش ان انت، مفيش حاجه اسمها كده خالص. زي ما بتبعتوا لنا والمنتج عايزينه يظهر للناس بالصوره الحلوه، قلت انتوا كمان تبعتوا، احنا ماشي ما بندفعش فلوس بس بنديكوا دعايه. الناس دي بتدفع فلوس، في دي واحده مثلا محوشه من مصروف بيتها 100 جنيه ولا 200 جنيه ومحوشاهم بقالها كتير عشان تشتري حاجه نفسها فيها شافتها على الانترنت، ليه انتوا تخسروها لها وما تردوش على رسائلها؟ مع ان لما انا باجي اطلب حاجه من حد بيرد هوا في سرعه البرق كده بيرد عليا، ماشي اعتبروا اللي بيطلب ده اللي بيجي يبدل زي اللي بيجي يطلب. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه يا جماعه، فانا لو حد جروب بعت لي حاجه وجي بعد كده حد من المتابعين قال لي جالي شكوى منه من المتابعين، انا هبعت اجيب اوردر من عنده باسم حد تاني خالص خالص، عشان برضو ما ظلمش حد. ممكن حد من المتابعين مثلا يكون متضايق من صاحبة الجروب دي، متغاظة منها، عايزة توقعها في مكيدة، الحاجات دي بتحصل كتيرة. مثلا بيحاربوا بعض، بينافسوا بعض على الشغل، فالحاجات دي ولد انها تحصل كتير قوي. فانا لو حد عملت ريفيو لاي جروب وبعت لي اشتكى منه اي حد، انا هبعت اطلب اوردر باسم حد تاني خالص، ولما يجيلي هعمل ريفيو جديد خالص عنده. لو حاجة حلوة يبقى الست دي مثلا بتظلم او صدفت معاها حاجة اتقطعت او حاجة غلط، وممكن وارد جدا ان اي حد يعمل اي حاجة تحصل غلطة منه، يا اما الست دي عندها حق وانا طبعا مش هسكت وهطلع اتكلم على الجروب ده وهقول على الاخطاء اللي فيه، اني زي ما انا بحب ان انا اشوف شغل كويس، انا ما يردنيش ان المتابعين يدعوا عليا في يوم من الايام او يقولوا ان انا نصابة مثلا في يوم من الايام، لا بتتحسبش كده ابدا. زي ما انا بتجيبوا لي الشغل كويس، يا ريت تروح لكل الناس بنفس الطريقه اللي بتجيلي انا واليوتيوبرات اللي انتوا بتودوا لهم هدايا. بس هو ده كان خلاص الكلام النهارده يا جماعه، انا كده قلت لكم اللي حصل بما يرضي الله، اقسم بالله انا ما كدبت في ولا كلمه قلتها، ولما طلعت اللايف قست المقاسات قدامكم، انا اتعاملت بما يرضي الله برضو معاكم، ولا كان هاممني اي حاجه، ولا كان هاممني فيديوهات ولا ارباح فيديوهات ولا اي حاجه. ان باختصار انا الحمد لله ممكن اطلع اعمل بث مباشر، اطلع اعمل فيديو اتكلم في اي حاجه هجيب منه ارباح برده، مش هستنى فيديو ان انا اتكلم على حد عشان اشتم حد عشان اجيب منه ارباح، لا لكل فعل رد فعل. اللي بيتكلم من ورا الشاشه بيتكلم من وجهه نظره، لكن ما تحطش مكان الشخص نفسه في الموضوع اللي هو بيتكلم فيه. لو كل واحد حط نفسه في مكان في مكان الشخص اللي هو بيتكلم في الموضوع ده قبليه، يعني لو واحد حط نفسه مكان يعني لو انتوا حطيتوا نفسكم مكاني هتحسوا باللي انا بقوله وهتقولوا اكتر من كده، تمام؟ بس يا جماعه هو ده كان خلاصه الكلام النهارده، اتمنى ما حدش يفتح الموضوع ده والموضوع انتهى، وبس كده. اشوفكم على خير ان شاء الله في يوم جديد وفيديو جديد، واستنوني بكره. وحبيت اقول لكم النهارده زي ما انتوا كنتم سامعين الوحش اللي اتقال لازم تسمعوا برضو الحلو اللي بيتقال، وصاحب الحق عينه قويه، وانا كانت عيني قويه عشان انا كنت صاحبه حق، وفلوسي دي انا بتعب فيها كويس قوي 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 قوي.